لكن هناك أمر ينبغي أن ينتبه إليه الإخوة، بالخصوص الصناع الحرفيون. سيدنا يوسف دخل القصر أحسن، وهذا المدنى دخل القصر أحسن، أرى يمكن لك تدخل في دار وتحصل أيها المحترف، يعني كتصوب الثلاجة ولا التلفازة ولا كتصوب الماء ولا كتصلح الكهرباء ولا أي آلة من الآلات، ولا كنت نجار لا تصوب الفران، راه تدخل إما تدخل وتراود إما أن تدخل وتراود، وكلاهما خطر. راه تدخلك من أول غير تصوب الدور ما داير على طول الأول لما تدخل تطفي، وتراودك وتهددك، تقولي لما استجبتي نعيط نديرو دنيا صباعي فو دنيا ونعيط، مجرم يهجم عليا، يبقى يقول انا نجار ونجار كتاب ولا حداد ولا كنصوب التلفازات، واش دخلك اخويا للدور ما كاينش وغيدوزوك في خريزو وتمشي للحبس 4 سنين ولا 5 سنين، مالك داخل نصوب الماريو نصوب الريح انا خنصوب التلفازه، راه ما ضيعها التلفازه لا والو، المراه اللي ضيعها. وين تكون متقي الله وترغمك وتهددك، اما ان تخاف من السجن وتقع في الفاحشه، واما ان تغامر وتذهب الى السجن ويشوه عرضك وقيمتك وسمعتك. ولذلك لا يعذر احدكم بجهله للشرع ولا للقانون، اللي كان محترف ولا صانع ولا تقني ولا استاذ ولا معلم داخلي ديال السوايع الاضافيه، راك تدخل دير السوايع الاضافيه لبنت القمه ولا تدخل ما تخليك معاه، والبنت ما كدير لا سوايع اضافيه لا ريح، وتنتقل من السوايع لسوايع اخرين، اما الزنا اما الحبس والشهر. هتقول لي سوى النيه حسنه وانا ما حسبتش وعمري ما كنت كنظن هذا الشيء، ها وسيدنا في القصر حاصل وها المؤذن حاصل مع الجارية ديال سليمان، أقول لي ما سمعت شي وما عرفت شي وكذا، لا، لما تبي تدخل للدار تصلح شي حاجة، إلا ما كاينش الراجل ما تدخلش، إلا ما كاينش خوها ما تدخلش، وإلا ما كاينش ولدها كبير ما تدخلش، رد بالك، وإلا كاينة مرة ما عندها راجل وتقول لي وكي نديرو واش نبقاو حنا موقفين الخدمة حتى يجي راجلها ولا خصنا نزوجوها، لا، جيب معاك المستعلم دخلوا معاك. وإذا ما كاينش عايز شو واحد صحاب كيدخل معاك باش ترفع الخلوة، وإلا من تما القنطرة مال هذا زاني وبالحيث وتيقني وكان كيبان في الجامع دايما والفجر ونصحو دخل واحد الدار وخربها، وراه ما كاين لا تخريب لا والو، ردوا بالكم. قال قرا ياسين ودير سبعة لحظات في يدك، طلب الله دير لي احتياط وطلب الله، واخا يكون راجلها راه يمكن تلعب بيك تدخل معاها واحد اخر هي وتقول لك هذا زوجي، انت تدخل وهي تخرجوا عندها معك حساب ما تمسك الحبس، هي ما عندها غرض. اذا انتبه، راه كاين دابا ماشي الدار، انت واقف في السطوب وتجي مرات تنقذك بالطوموبيل، ديرها اصدقائي ديك نعرفو كاتر كبير في السطوب تحل لك الباب وتدخل لك الكلب، ستقول يا 50,000 فرنك يا الكوميسارية، انت مزوج بيا زواج عرفي، ولا تقول لك زنيت بيها، يا الحبس يا 50,000 فرنك، كاين اللي كيقول لك يا 100,000 فرنك هي هبطي، فكيف دير هاد الصورة باش تحل لك المرا جميلة مزوقة كذا تركب حداك وانت فقيه، يلا تقول لك والله ما نعود لك هنا، تقدر تهبطها فتدخل انت وياها في الجرائد وفي القنوات الفضائيه، اللي راكب في سياره يهبط لك يسلب بيبان، راه اما يسرقوك على الشمال يا اما يدخلوك العيات على اليمين والبنات، سد جميع الابواب، والباب اللي بينك وبين الله يبقى دائما مفتوح باش حتى الا حصلت تقول يا ربي، يقول يا عبدي اتق الله ترى عجبا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كنت متقي الله ما تخافش، واخا تحصل يبرئك الله كما برأ يوسف عليه السلام، وكما برأ عائشة رضي الله عنها، وكما برأ كل الذين ابتلوا من الصالحين منهم جريج وغيرهم من الذين ابتلوا
وكانت هناك كرامات ومعجزات، تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه من فوق سبع سماوات تبرئة أوليائه من هذه التهمة المكراء. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.